السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم تورتية بالخضر. التجي ما بين شويه الخضره زوينه للدراري اللي ما تيبغوش الخضره. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا بطاطا اللي قطعتها طريفات مربعات على حسب الافراد. انا هنا درت 4 ديال البطاطات. عندي بصلة غادي نشلطها. من بعد غادي ناخذ جوج خيزو وجوج من القرعة الخضراء كورجيت، غادي نحكهم حكاكة رقيقة. انا درت المقلاة تسخن، غادي ندير فيها شوية ديال زيت البلدية، زيت العود، وندير داك البصلة تشحر. انا خلطت الزيت البلديه مع الزيت الروميه العاديه. صافي، غادي نخلي ديك البصله تشحر. هنا غادي نزيد، غادي نحك جوج ريوس ديال الثومه مع البصله. عندي هنا خيزو حكيتو، سبقته هو الاول حيت الكورجيت رطبه دغيا تطيب. نديرو مع ديك البصله. تجي زوينه التورتيه، الوليدات يحماقوا عليها. ما بيناش هذيك الخضره. غادي نخليه يتشحر. صافي، من بعد ما ضفت هذيك القرعه الخضراء كورجيت وغادي نشحرهم مزيان كيف ما شفتوا. ها هو راه تشحر، نزيد الملحه. شويه ديال البزار، والكمون. صافي، غادي نخلي هادوك نديرها في اناء بحال هكا. غادي نزيد عليه البطاطا، وهذيك البطاطا غادي ندير عليها غادي ندير عليهم 4 ديال البيضات. صافي، ونخلطهم بحال هكا. انا واحد الجزء صورته مشى ليا، هذاك الشيء علاش. المهم هادشي اللي درت في هذاك الجزء، زدت عليهم 4 ديال البيضات وخلطت كلشي، البطاطا مع داك الخليط ديال الخضره. صافي، نرجع للمقله اللي درت في الاول بلا ما نغسلها، بلا ما نزيد فيها الزيت، وتكون فوق البوطه سخونه. غادي ندير على هذاك الخليط. صافي، ونحاول نقادو هكا فوق في المقله، والبوطه تكون العافيه تكون مهيله باش ما يتحرقش. صافي، ونغطيوه بشي حاجه حتى يطيب، وغادي نقلبو عاوتاني ما يطيب من الجهه الاخرى. انا تنقلبو في عندي واحد البلاطو مدور، تنقلبها في دغيا وتنعاود نرجعها ساهله في لا غتقلب. صافي، ملي طيب انا نرجع معكم. ومن بعد ما طابت ها هي كيف ما شفتوا، كما تجي راه زوينه. وشكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.